اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن بشير التبعي. مساء الفل يا كابتن بشير. مساء الفل يا كابتن شبانه، اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. كابتن حسام حسن مسك المنتخب والاختيار واضح انه ماشي مع رؤيه الشارع، مش كده؟ يعني ورؤيتك انت كمان؟ يعني ليه ما ياخدش فرصته؟ البطوله اللي فاتت كان مرشح قبل مستر كروش، وبعد مستر كروش حتى ما مشي، وخلاص جات له ان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه. واعتقد ان الشارع دلوقتي هدى بنسبه كبيره من الكلام. يستحق كابتن حسام الفرصه؟ يستحق على تاريخه الكبير طبعا، يستحق كابتن حسام وكابتن ابراهيم. جهاز فني اعتبر محترم يعني، يعني متفائل بيه اكيد ان شاء الله نتمنى يعني. انت بتبقى مبسوط وانت قاعد جنبك احمد عيد؟ احمد عيد كابتن احمد عيد كابتن احمد عيد ولا احمد عيد؟ في فرق. كابتن احمد عيد. كابتن احمد عيد المدير الفني بتاع غزل المحله. هذا خد بالك، غزل المحله. كابتن احمد عيد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. يعني انا هوريك حاجه في غزل المحله. بص تشكيل غزل المحله ايه؟ حضري، كاستيلو، مسعد عموري، كومي، اوناني، اخميمي، بيسو، دي ماريا، نيمار، اجويرو. إيه ده إيه ده إيه ده. انا حاسس ان انا بقول تشكيل برشلونه. منتخب العالم بقى كده. منتخب امريكا اللاتينيه. والله واحد قال لك مين مسعد ده؟ ود اجنبي. دي حاجه غريبه جدا. ايوه حضري ومسعد بس اللي اجانب. هو مسعد برضه في وسط الاسم دي يعني برضه ملفت قوي. ملفت اجانب. ما هو الفرقه بقى كاستيلو، عموري، كومي، اونانا، اخميمي، بيسو، دي ماريا، نيمار، اجويرو، ومسعد معرفش جه منين، وحضري ليه دول جم منين؟ تمويه. جايز يكون تمويه التشكيل ده. لا اللعيبه دلوقتي الاسامي كلها، حتى لعيبه الدوري المنتخب. احمد عيد مموه برضو. انا الخطير هناك. الخطير الخطير تيرو. تيرو. منورنا كابتن احمد عيد. خليك حبيبي يا استاذ محمد. استاذ احمد الخضري. استاذ شبال. مساء الفل. داخل انت في الانترو سخن. سخنتها من بدري يا استاذ شبال. لا يا راجل. امال ايه؟ ايه بقى؟ فعلا حته. لا حلوه. يمكن احنا قاعدين بره بحته الكابتن مدحت شلبي، يعني انا عجباني جدا طبعا، يعني بغض النظر انا مستغرب عن امام او مش امام او الكلام ده. انا مستغرب برضه كابتن مدحت بخبراته، بمكانته، حتى قربه من الجمهور المصري، وفي الاخر راجل يعني معلق كبير ومذيع كبير، اعلامي كبير يعني. لا ما ساعات انت مستغرب كده، ودي مش اول مره خد بالك. لا ما ساعات انت لما بتبقى الثقه زياده قوي عن النفس، ان انت اللي بتقلب بالضد يعني. انت عايز تجامل جامل، عايز تطبق طب عادي براحتك، حاجه كويسه، بس ما تخشش في حته تانية يعني. انت ولا معاك جمهور اهلي ولا معاك جمهور الزمالك. هو جمهور الزمالك كده كده يعني اكس عليه، فهو برضو جمهور اهلي عندك مشكله معاه، فانت ليه انت عارف تخترع مشاكل يعني. انت بتخترع مشاكل داخل. انت خد بالك اصلنا امام كان مش قاعد، كان امام في المنتخب يعني. حتى اصابه امام انا ماليش دعوه على كابتن مدحت. لا هو بيلعب منتخب. انا مش على امام. انت بتدخل حته مقارنات ليه؟ يعني كل حاجه مقارنه، حاجه مقارنه، ولازم دي شعره. انت لازم تبقى الناس مركزه معاك، الناس مركزه قوي في كل كلمه تقولها. خلي بالك انت عندك من الخبرات زي ما بيقولوا، ان انت ما تقعش في فخ زي ده. بس هو اللي يركز ما يصحش خالص. اللي يركز لا في كذا حاجه. انت كنت وما اعتقدش السعوديين يبسطوا بالكلام ده. هو بيجود من نفسه، بيجود. هو راجل بيجود من نفسه يعني. ايه عارف ايه؟ بيزودها من نفسه يعني، عارف بتجويد. وكابتن حتى مدحت في نفس الماتش قال لك اتمنى الاهلي والزمالك يوصلوا لمستوى الكره السعوديه. بس انا دي اللي انا بقول لك يعني، دي اللي ما عجبتنيش اكتر من كل حاجه. يعني ازاي يعني الكلام ده انت رايكوا ايه يا جماعه؟ هو تعبير خانه بس مش اكتر يعني، اعتقد يعني. او يمكن مثلا كابتن بيبقى قاصد تمام، ما يخونوش يعني. لا يعني اعلامي كبير وعارف كل كلمه بتتقال يعني. يعني لو حد لسه طالع، حد خبراته قليله، اقدر اقول لك كده. طب يمكن مثلا هو عايز مثلا الاهلي والزمالك يعني يجيبوا لعيبه مثلا على المستوى الثاني ده، مستوى سعودي يعني. اللي دخل الكره المصريه يا كابتن احمد في تعليق على الدوري السعودي، وليه تصنع حساسيه بدون داعي؟ وليه تعمل قصه بدون داعي؟ يعني محدش هيقبل الكلام ده. ممكن ولا احنا نرضى حتى معلق عندنا اللي على ماتش للاهلي او الزمالك لمنتخب مصر يحط الكره السعوديه في جمله فيها نوع من التقليل من الشأن. هو الموضوع يعني يقول له العب على قدك. اتاخد بسخريه شويه اكتر ما هو متاخد ما اتاخدش المحمل اللي هو مثلا ايه
بيحاول يقول ان الكره المصريه ممكن تتطور، ممكن مش عارف ايه، ممكن البطوله، ممكن الدوري يبقى عامل ازاي، التنظيم، الحاجات دي كلها. ولو راح الاتجاه ده ممكن تكون مقبوله. برنامجه وهو بيتكلم على الكره ممكن تكون مقبوله، انما وانت بتعلق على ماتش صحيح. صحيح. ممكن تكون مقبوله وانت بتعلق على ماتش وتصنع مقارنه ما يقلقش. يعني انا فاهم طبعا. انا لو معلق مصري بيعلق على ماتش ويقول لك اتكلم على الكره السعوديه او الاماراتيه او احنا مش هنقبل، هتتضايق صح؟ لان احنا بنقدر كل الناس، وعمر ما المصريين الا بيقدروا كل الناس. وهو بعدين لو الكابتن مدحت مذيع قليل او حد مش كنت اقول خبرته يعني انما هو عارف يقول ايه. هو حته الترند ديت بقت شويه واخده من الكابتن مدحت الصراحه الفترات اللي فاتت، حتى في اذاعته الماتشات الكبيره، اذاعته في ماتشات الاهلي والزمالك برضو بعض الماتشات كان بيدخل فيها الحته ديت. ممكن دي تبقى مش حلوه عند الجمهور، بتعلم مع الناس الحاجات دي كلها. بس ما تحطش المقارنه يا كابتن احمد. بص يا كابتن، هو بيبقى داخل، اقصد كده يعني هو بيبقى داخل بتعمل افيه حلو ماشي شويه يقبلوه شويه لا افيه في التعليق، انما تحط المقارنه دي وتقلل من جهه لصالح جهه عشان انت بتشتغل هنا، مع ان انت رايح بناء على وجودك وكفاءتك في الكره المصريه. يعني هو كابتن مدحت اصلا لو تم التعاقد معاه ليه؟ واكتسب شهرته ومكانته وقيمته منين؟ بس هو معلق من التعليق عندنا ومن البرامج اللي لا صناعه مصريه من الاعلام بتاعنا. طبعا طبعا صناعه مصريه. اللي انت النهارده بتتريق وفي حاجتين، تقول امام العب على قدك، كلام ما يليقش. مع ان احنا ما شفناش مشهد حتى امام، يعني ما شفناش امام كره كانت في التمرين ما شفناهاش عشان نقول الانازه السنه الدوسري ما عمل حاجه. الثانيه انه يعني ايه، اتمنى الاهلي والزمالك يوصلوا للمستوى، مع ان الاهلي كسبان الهلال والزمالك كسبان برضه لسه كمان اهلي جده ومتعادل. يعني اقصد ان الموضوع حتى لو مش احنا احسن اكوال، يعني حتى بالنجوم احنا قدرنا نعمل حاجه. الزمالك كسبان اهلي جده مؤخرا مش كده في الدوري الاتحاد بفيرمينيو، والاهلي كسب الاتحاد وقبل الهلال، والزمالك تعادل مع النصر، والنصر تعادل في اخر دقيقه بكريستيانو رونالدو. مش ده النتائج اخر اربع ماتشات؟ هو دخلنا للنقطه دي ان احنا عمالين نقول الزمالك كسب الاتحاد جده والاهلي كسب الهلال، هو اللي دخلنا في المقارنات دي ملهاش لازمه. بالزبط. المقارنات ملهاش لازمه. هو معلق، انا بعتبره من الواحد قام معلق، لكن بيخونوا التعبير في حاجات كتيره قوي. انت لازم توصل من الذكاء ان انت في حاجات معينه ما تخشش فيها. بس دي مش خيانه تعبير. ما انا بقولك مناطق انت عادل بقى في الشباب. انا في معظم ماتشاته دي مناطق لا يمكن المذيع. اصل في حاجه يعني تبقى كارثه. الكلام انت بتقول ده لو صحيح يبقى كارثه. بالظبط. يعني ممكن تعدي. هو زي ما كابتن احمد بيقول ايه، هو بيركز على الترند. هو بيبقى داخل الماتش مش مركز على حاجه، عايز جمله او اسهل ترند يا خضري اللي انا اتكلم على حد اقلل منه او اسخر منه. لا ما ينفعش. اسهل ترند ما ينفعش يعني اي حد فينا لو عيد او مشير انت أو لو شفت اللقطه سخرت من اي حد او طولت على حد هتبقى ترند. وايه العلاقه؟ بس مش مقبول برضه كده. برضه مش مقبول ان انا اتريق على حد ولا اسخر من حد. ده ترند اصلا غير صحي. انت لو شفت اللقطه هي مليون في المية متحضر لها. يعني انا وجهه نظري اصل ما حدش هيجي. هو الراجل عمل حاجه، حد شاف امام في التمرين ولا حد شاف علاقه بالامام عمله صح. فانا بقول لك هي مليون في المية متحضر لها. طبعا يعني هو متحضر للكلام. او ده قصدي كابتن مدحت ما يطلعش صوت الكلام ما يطلعش منه عشان كابتن بشير بيقول ربما خانوا التوفيق. ما هو زي كابتن احمد ما قال تبقى كارثه لو كانت مصلحه. كارثه طبعا. يعني انت بتعدل بدليل انه في نفس الماتش قال اتكلم الاهلي والزمالك والكره السعوديه، يبقى كارثه كده. وعمل المقارنه دي كارثه. ولك اتمنى ان توصل لل ده اللي بيقوله ده ما ينفعش طبعا، ومحدش يقدر يوافق عليه. انت علق وعيش حياتك وابدع زي ما انت عايز. برامج ليه بيقلل دايما يحط الاهلي والزمالك والزمالك تحديدا في مقارنات ملهاش داعي طول الوقت حتى برامجه. لا ما دي يعني ليه؟ وهل يعني احنا كلنا بنسافر السعوديه؟ يعني كلنا هو بيحط الزمالك تحديدا ليه؟ في برامج انا في بحط الزمالك في برنامج سعودي. والزمالك تحديدا اصلا طول عمره بيكسب الانديه السعوديه. ما فيش حاجه اصلا. ما احنا اذا احنا قعدنا نعمل بقى المقارنات جبنا ورقه وقلم دخلنا في تحدي دخلنا في مكان. خش في نقاشات الشباب. هو واخد مش واخدين البطوله منهم هنا. صح. ما ايوه احنا لو دخلنا في المقارنات وحطينا ارقام وجبنا التاريخ فاحنا كده بنخش في مساحات تستفز هنا وهنا. احنا مش هنعمل كده. بس احنا بنقوله ده ما يليقش. يعني ده كلام لا يليق. واحنا كلنا بنروح السعوديه ولنا اصدقاء سعوديين كتير. طبعًا. وسعوديه بلدنا ومصر بلدهم. عمرك حسيت ان في سعودي بيبسطوا الكلام ده؟ لا خالص. لا بجد يعني هل في علاقاتنا زي. كلنا بال حتى لو في مقارنه بس المقارنه دي لصالحنا احنا. يعني حتى لو في مقارنة. ولا برضو ده هو انت عمرك شفت ان سعوديه عايزك طبعًا. تتطاول على الكره المصريه عشان تبسط المذيعين السعوديين؟ عمرك شفت مصر بيتغنوا بالكره المصريه؟ بالظبط. دي نقطه المعلقين السعوديين. والله دي حقيقه. يعني في كاس العالم للانديه اللي في جده
المعلقين السعوديين اللي كانوا بيعلقوا كانوا بيغنوا بالنادي الاهلي، صح. وفي البطوله العربيه اللي اتلعبت كانوا بيغنوا بالزمالك. لا ده لسه الماتش الزمالك واهلي جده، مظبوط. المذيع قعد بتاع 3 دقائق يتكلم على الزمالك وتاريخ الزمالك لوحده، والماتش شغال سايب الماتش بيتكلم على البطولات والتاريخ والحاجات، مظبوط. دي كلها، فهي الحته ديت لازم. ما انا بقول لك عشان كده بقول لك الكلام ده لا يمكن يبسط اخواتنا اشقائنا في السعوديه، مستحيل. لا مسؤولين، ما احنا كلنا لا علاقات بمسؤولين، ولا هنا برضو ولا يبسط هنا، ولا عمري سمعت ان حد هناك او حد بيجرجرك في الكلام او حد عايزك تتطاول على الكره المصريه لصالحه، ولا عمري سمعت هنا ان حد عايزك تتطاول على الكره السعوديه لصالحه. فانت يعني 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 انت مالك اكتر من الملك، وهو بيجود. اسمع مني بس، بيجود بيجود، مش محتاج ده بصراحه، بيجود. لا طبعا مش عاجبني طبعا يعني، وعلى فكره يعني من اول لحظه انا متابع برنامجه برضو، بتحس عمال تحط حاجه مقصود يعني، يعني تحس ان في حاجه مقصوده بتحصل. مش عاجبني يعني، مش عاجبني مش عاجبني بصراحه. يا في كارثه، ده ممكن الناحيه الثانيه الجمهور لو ركز وخد باله الدنيا تتقلب يعني. الناحيه الثانيه الجمهور يعني جيوش. انا عايز اقول لك على حاجه، لذلك انا دايما بقول ايه، انه ممكن يطلع كلام الواقع مش كده. اكتر جمهور كان متجاوب في كاس العالم للانديه، لان كان في لقاءات عملناها من هناك مع الجمهور حتى بتاعت اتحاد جده بعد الماتش، روحه كانت مدهشه لينا احنا. لما انا حضرت البطوله يا كابتن، انا كنت في البطوله، شفت روح الجمهور بتاعت اتحاد جده بعد الماتش، روحه كانت، انا كنت في البطوله هناك وفي جده، روح الناس ولا كانت حاجه، عادي خالص خالص، وهزار ولا واخدين الامور فاني خالص. ده في واحد اللي قال لك انا ران على 10000 ريال، فاكر انت على السوشيال ولما جه قاعد يجري قال لك جرى ايه، وقعد يهزر مع المصريين وبتاع، وتعالى ادفع 10000 ريال. الروح كانت حلوه جدا يعني حتى بين الجمهور ما فيش كده يعني. حتى وليد فراج اللي قعدنا نهزر معاه وقت البطوله، هو قال لك جرايه مصريين، انتوا انا ماسكته على الواحده ماسكين على واحد يقول لك زاو، خدنا زاو يعني. اقصد الموضوع واخد الاطار الحلو، انت ليه بتقوم جاي عامل حاجه كده تخلي الجمهور بيلعب النار، بيلعب النار. لا بص بقى يا استاذ احمد، يعني انت لو شفت الحاجات اللي الترندات اللي بتطلع، هي طلعت على مين؟ امام، على كهربا، على شيكابالا. بص الناس اللي هو اللي هي تعمل ترندات، اللي هو في بين هنا وهنا، اللي هو جماهيريه وجماهيريه كبيره برضو يعني. الكفه هتميل مع كفه، كفه هتبقى زعلانه وكفه هتبقى بتضحك وتهيص. بس انا ما اعتقدش ان الجمهورين يتبسطوا بالكلام. لا عمره ما حد هيقبل طبعا يعني. انا ما اعتقدش انا قبل كده تناولت القصه دي، جمهور الاهلي يرفض اي تطاول على الزمالك من اي حد من بره، اكيد طبعا احنا نهزر مع بعض داخليا، وجمهور الزمالك يرفض تطاول على الاهلي، دي حقيقه يعني. انا لاحظت دي جدا يعني، احنا جمهورنا برضو في دي جدع جدا طبعا يعني، نقعد نهزر مع بعض هنا، لكن لما بيسمعوا ان في حاجه فيها بجد، وده حقيقه في الجمهور المصري يعني، فما لهاش لازمه. نقول لك انت اكبر، اي ستيل لازمه، المفترض ان انت اكبر من الكلام الصغير ده، فما لهاش لازمه بصراحه. طيب نروح نبدا الاول رسمي وبعدين نتكلم ودي. اتفضل يا نجم. رسمي عندنا نهائي كوت ديفوار ونيجيريا. احنا قعدنا هنا وحضرتك قلت الاربع فرق وقلت اختاروا منهم مين، وفاكر خضري كنت موجود. انت قلت كوت ديفوار ونيجيريا. ايوه، كان بس ابو مسلم كان بيقول، ابو مسلم كان بيقول مالي. كل حلقه هيقول ابو مسلم. ايوه كان بيقول مالي، حتى كانت شمانه كانت العزومه مش عزومه تفتكر؟ حصل. طيب انا مش هقول صدفه حد. هو مش هيسيب ابو مسلم ولا ما يعزم؟ ابو مسلم بيعزم؟ احنا هنجيب له، احنا نعزم ابو مسلم. ابننا برضه. هي البطوله دي تقريبا كده هي راحه الكوت ديفوار، مع انها جايه من بعيد قوي. بس ده الواد قالوا على الجون عظيم، ده الجون عظيم ايه ده، هو جاب الصدفه ده الواد اصلا خبطها في الارض كده صدفه. الفرقه دي كانت طالعه بره خلاص البطوله، حتى الجون صح، الجون صدفه يا عيد. هو تقول لي مقصود؟ لا انا امبارح قلت لك شوف الكوره داخله ازاي اصلا، عايزه تخش بيعمل كده، راح خبطها في القصبه وطبت على الارض، على الارض وراحه فوق الواد يعني. لا هو السيناريو اللي قلت لك امبارح بتاع جون غانا، جون غانا هو اللي عمل الليله دي كلها، بتاع الكره اللي كانت طالعه بره. طلع بره، هو رايح عمل كده، راح واحد زايق له ايده، انت فاهم، روح المس، روح خلاص هيصفر، هيحطها ويشوط هيصفر. كنت هو هياخد البطوله دي ومش هيفرط فيها. معقول؟ انا متفق مع كابتن مشاري، هيفضل الحظ مستمر. ما خلاص، ما هو الحظ والأرض. ده كان في الشارع، ده جم من الشارع، جم الطياره خلاص. بس نيجيريا اكتر منتخب مجتهد، اقوى طبعا، اقوى طبعا، اقوى مجتهد جدا أقوى. في البطوله دي اقوى طبعا. لا يعني اقوى مجتهد من اكتر منتخب منظم، اكتر منتخب كفه تميل للكوت ديفوار عشان الارض حتى والجمهور. بس كسبوهم الدور في دوري المجموعات، مش شرط 1-0 مش كده؟ هي بتفكرني بالبطوله اللي كان مصر والكاميرون مع بعض، كسبناهم في الاول وكسبناهم في الاخر.
2008 يعني. بس نيجيريا كمان ممكن تكسب كوت ديفوار. انا بتكلم على نيجيريا اللي ممكن ياخد البطوله بروح المنتخب اللي موجوده وروح اسامين لوحده يعني. بس نيجيريا فعلا فريق متزن مستقر في الملعب، فريق قوي جدا دفاعيا، تلاقي ما فيش حاجات كتير جدا بتيجي عليهم يعني ما شفناش نيجيريا عندهم شراسه بالانضباط ده، عندهم شراسه الصراحه في الملعب. لا والانضباط في الملعب يعني كان دايما في شراسه ومهارات بس بيبقى في دايما مساحات، انما اول مره شفنا او من فتره يعني منضبطين كده في الملعب. اغلى منتخب في البطوله كابتن شبانه لما مصنفين ومسعارين ان دول اغلى منتخب. لا ما نيجيريا طول عمره يبقى عنده مصنفين ومسعارين، بس اخر يعني في اخر 20 سنه يمكن اكتر بطوله كان منضبط فيها فنيا وتكتيكيا البطوله دي. وصل للنهائي عشان انضباطه. وصل للنهائي مع ان البسيرو ده كان هيمشي. لا يعني ده خلاص، لا دخل نيجيريا خدتها واحده واحده. بس انا عايز اقول ان البطوله دي من اجمل البطولات اللي احنا شفناها. من اجمل انا شايفها من اجمل واسرع بطولات. بس في حاجه مهمه لازم اتكلم فيها، ان في نفس توقيت البطوله في بطوله اسيا. ايه الروعه دي، ايه الجمال ده يعني. اسيا من حظنا ان البطولتين في محظنا سيء. الكره في اسيا مش متابعين قوي كاس اسيا، مش عارف كباتن اتفقوا معايا ولا لا. الكره اتطورت في اسيا بطريقه غير عاديه. ماتشات الاردن وماتشات قطر، يعني ماتش قطر وايران ولا الاردن وكوريا، ايه الجمال ده، ايه السرعه دي، وايه الاداء دي، ايه الاجواء ده، ايه الجمهور ده، قصه مختلفه، ايه التصوير ده. فالادوات دي بتخليك انت بتبص لاسيا، ما انت بالماتش يبقى خمسه بعديها تتفرج افريقيا. لا انا بقيت احب ماتشات اسيا بصراحه، ماتشات بتديك اجواء غير عاديه يعني. يعني ماتشات الاردن دي حماس، ايه ده، ايه ده، وايه الاردن يطلع نهائي لاول مره في تاريخه، قطر لا ماتشات جامده جدا جدا. طب بالمره اقول لكم بس التشكيل المتوقع لنيجيريا، لان الماتش هيبقى يوم الاحد، يعني احنا اخر حلقه قبل الفاينلز طبعا الثالث والرابع هيبقى السبت الساعه 10 الكونغو مع جنوب افريقيا، والفاينل هيبقى يوم الاحد الساعه 10 ان شاء الله بين نيجيريا وكوت ديفوار. كابتن نعيد ما عندك تشكيل نيجيريا تقول لنا؟ اتفضل. استنى نوبيلي حارس مرمى وباسي وبيلعبوا ثلاثة تحت دايما، هو الراجل بيلعب بثلاثة وايكونج واجايه سانوسي ده مش بوتوجاز ده أليكس اوبي وأونيكا وأونيكا ولاقينا ولاقينا ولوكمان و ده طبعا ده الثلاثي الخطير بقى، لوكمان وناتشو وموسيميني طبعا فيكتور اسوميني. اسامي تحبس كلها تحبس. منتخب قوي الصراحه. طب منتخب الايفواري عندك يحيى فوفانا في حراسه المرمى، برضه التشكيل المتوقع الشباب لو طلعنا كوت ديفوار غسلان كونان والناحيه الثانيه اورير، وفي القلب الدفاع ايفان نيديكا ويلفريد زينجو، نص الملعب عند فرانك كيسيه وسيكو فوفانا وجاك ساري، وطبعا الاقوى خط عندهم نص الملعب بصراحه في كوت ديفوار. عندك في الفراوده جرادل قصاد الناحيه الثانيه نيكولاس بيبي، وفي القلب سباستيان هالر. ده الـ التشكيل المتوقع للمنتخب الايفواري. والكابتن بشير بيقول كوت ديفوار. الكابتن احمد عيد شايف نيجيريا. انا شايف نيجيريا. والكابتن احمد الخضري كوت ديفوار. انا هقول نيجيريا زي عيد. انت بتحب عيد اصلا؟ ما طبيعي، ما بتحب عيد طبيعي. قلت لك يا كابتن خضري قلت لك في يبقى, يبقى 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 البلوك صح. لازم بلوك. مش فاكر يعني انت عامل بلوك. لازم بلوك. كابتن احمد عيد ولا عيد عشان نفرق بس. كابتن احمد اعمل له خالص ده دب انا مربيه في النادي. ايوه عشان كده اعمل له بلوك. طب هربيه واعمل له بلوك اكيد اكيد انا ما هو اكيد ايه انا ما عملتلكش إيه حاجه إيه انا 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 ما اقدرش اعمل لك حاجه اقول ما اقدرش وما بطلق يعني انا يعني انا دلوقتي اجي اعمل له انزله صوره على انستغرام واعمل له منشن الاقيه اعمل لي بلوك ادور عليه مش لاقيه الاقيه عامل لي بلوك ازاي مش هيرضيك الكلام اللي بيقوله ده كابتن خضري. مع ان هو بتعمله بلوك مع ان الكابتن بشير بالاكونت عنده على كله عليه 30000 يعني فمش 30 انا ما عنديش اكونت اصلا. ما عندكش اكونت على انستغرام؟ انا ماليش انا مش فاكر نجم لا كبير. لا 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 انت نجم بس انا مستغرب ليه عامل لي بلوك. لا بجد عندك اكونت على انستغرام؟ كان جاي العرض بغزل المحله مدير فني والراجل كسب العرض مني فاعمل ايه لازم انفصل عليه. ايوه بس كويس انا ما كنتش انت معاك لغه؟ يعني عشان التشكيل بس كلهم اجانب. مش عارف شفت يا كابتن خضري؟ لا معاك انا معاك يا كابتن احنا بلدياتك يا كابتن احنا بلدياتك. بقول لك ايه عمال تقول انت حبيبي راح مبصيها اهو. ايوه شفت بقى مش باقي لك الا انا.
نروح بقى لي المنتخب. كابتن حسام حسن، هل متوقع ان هو يطلب معسكر وقت زيادة؟ كان معك حاج عامر حسين في الانترو، وانا متوقع كابتن حسام يطلب كده بطبيعته، هو بيميل شوية لمعسكر اطول شوية، وده منطقي في الاول، عايز يتعرف او يطلع حد. الكلام ده مستحيل. ايه مستحيل؟ ليه مستحيل؟ هقول لك ليه. في دوري وفي محترفين، انت هتعمل معسكر من غير محترفين؟ ممكن. يبقى ايه فايدته؟ لا يعني وانا هجيب 7-8 محترفين بس. أيوة. انا ممكن ابقى محتاج يعني تحركات بعض اللعيبه. كان بيعمل المصري معسكر 6 شهور ماشي، لكن كل انت مع المعسكر. لكن مع المحترفين كانت قاعده طول السنه المعسكر. هيعمل. لا بس هيعمل كابتن خضري حتى لو المحترفين مش موجودين. كابتن حسام عايز يقرب. في مسابقات. ايه المشكله؟ ازاي هو بقول هيعمل من بدري شويه للاعيبه المحليين والمحترفين هيجوا في مواعيده. تمام. يعني ممكن يطلب قبلها بخمس ست ايام، يعني المعسكر مثلا يبدا سي مثلا 14 او 15 والماتش 20 مثلا او 21 باين. المحترفين مثلا بيجوا قبلها بثلاث اربع ايام. ما انا بكلمك في الماتش ممكن وممكن تلاقيه يعملوا سابق يوم 7 أو 8 مثلا. بس هو محتاج هي من 18 ل 26 فتره توقف الدوري. ممكن تلاقيه من يوم 10 الفتره ديت يعني اسبوعين. اتحاد الكوره هيوفره ده المفروض. حد هل انتم موافقين حتى لو على حساب نهايه الدوري؟ هو نهايه الدوري احنا مش عارفين هو حد دلوقتي امتى. مش عارف عمره متحدد يعني. عمره في نهايه الدوري اتحددت مشيت في المواعيد يعني. لا ما فيش حاجه اصلا متحدده. احنا بقى لنا 3 سنين على النظام ده. كام في 7 1 7 ولا 31 7 ولا 15 7 مش هتفرق يعني. يعني لان كده كده اي ميعاد في نهايه بطوله عندنا في مصر ما بتبقاش مظبوطه يعني، ما بتفرقش والله. ايه مش ده اللي بيحصل؟ صحيح. بس فكابتن حسام اكيد هيعمل معسكر ومعسكرات كتير على قد ما يقدر لان عايز يقرب. ده هو الخضره كان عنده امل السنه دي تظبط. لا صعب صعب، لكن برضه بقول ان قصه رفاهيه انك تعمل معسكر وتوقف ده. لا مش رفاهيه. ما انا بقول لي لا اصل دي رفاهيه إن الوقت، قصدي رفاهيه الوقت. الوقت مش هيساعد. طب انتوا ناسيين حاجه قلتها للحاج عامر، فاينل الكاس اصلا 13 مارس. ممكن ما يتعملش. اهلي وزمالك ممكن ما يتعملش. مش فاينل عادي كمان. المهم اللي هو يعمل الفاينل وبعد كده المعسكر على طول، ده الطبيعي صح؟ فاينل 13 والمعسكر مفترض خلاص بعديها على طول. طيب احنا بنقول من 20 يعني الفاينل من 18 ل 26 ده ايقاف الدوري. فلو هيعمل المعسكر يعني في فاينل وفي بعديه ماتش دوري. الدوري يخلص بعد ما هو بيقول المعسكر من 18 ل 26. لا التوقف الدولي من 18 ل 26. توقف يعني الدولي. ماتش يوم 18 مثلا وماتش يوم 26 ولا اسبوع 8 ايام ايه كفايه. بس بيتهيألي لا هو ممكن يكون في ماتش 20 وماتش 26 او ماتش 21 وماتش 26 في البطوله الوديه يعني. ممكن 22 26 مثلا. ممكن يكون هم حاطين الطاقه في الدوري من 18 خلاص، يبقى في ماتش يوم 17 مثلا، يوم 13 الكاس وماتش يوم 17. انا ممكن اعرف لك اهو، انا فتحت اهو الحاجات دي اصلا. خد بالك في دوري يوم 17. أيوة. 15 ما هو طالما 18 هو قبليها بيوم يبقى يعني الاهلي عنده ماتش مع انبي يوم 17 ومنتخب 18. منتخب 18 تجمع. هل ممكن ياجل؟ لا انا اعتقد اللي هو هيلعب فاينل الكاس وبعد كده يخش معسكر. يعني ياجل الجوله دي بالدوري؟ وارد. والزمالك عنده طلع الجيش يوم 17 ده. ايوه انا بقول لك اعتقد اللي هو صعب تاجيلات. وبرضو اي ما هو الراجل برضه عايز يشتغل. انا عايز اقول حاجه. انا انت برضو يا استاذ شبان الكباتن ادرى مني في الموضوع ده، مدرب منتخب غير مدرب النادي. انت برضو مدرب المنتخب مش لسه في حاجات معينه مش هتعامل معاها مع اللعيبه. صعب يعني وخصوصا في عدم وجود المحترفين. لا انت مستغرب كلام كابتن بشير. لا يعني النادي انت بتعمل شغل تكتيك غير غير المنتخب. ايوه بس يعني انت اسهل بالنسبه لك، انت بتاخد اللعيب جاهز. المفروض طبيعي أكيد. هو لازم يقعد مع لجنه المسابقات وهو اللي يحط المواعيد بنفسه. هو اللي يحط كابتن بنفسه. يبقى كده مش دوري. يبقى كده مش دوري. ما هو لازم يحط الدوري. ما هو الحاج عامر قال في القعده انا هحط له الخريطه كامله بالمواعيد. ما حدش يقدر يحط نهائي للدوري. ما عمرها ما حصلت. هو كل سنه الحاج عامر بيزق 5 6 أيام 7 8 يعني انت فاهم. في تاجيلات بتحصل في النص يروح زهق شويه. ما احنا بقى لنا 3 سنين كده والله. 3 سنين بس؟ 3 سنين لا اكتر والله. من دوري الكورونا بالظبط اللي اتسبب في الاهلي وعايز يوصل لدي. احنا ما بقولش اتسبب في لا ما هو ساعتها المقاولين رفض برضه. المقاولين كان رافض. اللي اتسبب في المقاولين؟ ايوه المقاولين كان رافض عشان الدوري يتلغي. كان في المربع الذهبي وهو هيلعب افريقيا بعدين. اوكي فطبيعي كل واحد. وسموحه كان رافض. كانوا الثلاث فرق اللي رافضين، الباقي كله كان عايز الدوري يتلغي. سموحه عشان الحاج عامر الحاج فرج عامر اهلاوي. لا
لا لا هو ما كانش موجود ساعتها. شفت بقى؟ لا الحاج فرج عمل في الكورونا كان موجود. كان موجود؟ ده هو غاب سنة واحدة. هي كام شهر؟ مش سنة كام شهر؟ سنة واحدة ومسك المجلس تك تك رجع على طول. حاج فرج عمل لا أنا بقول لك على الثلاث أندية اللي كانوا رافضين وقتها وأنا شايف إن الدوري ده هو اللي تسبب في المشكلة اللي إحنا فيها لحد دلوقتي وإن الدنيا مش منتظمة. طبعا. خالص يعني. عشان كله بيبني على اللي قبليه اللي قبليه. طب ما كان في حلول برضه الأندية ما رضتش بيها. ما كان في حلول الدوري المجموعتين زي طريقه الدوري. لا طريقه الدوري بتاعتكم لا مثلاً. طريقه الدوري بتاعتنا مش حلوه الصراحه. انا مش مقتنع بيها اللي هي حلوه خالص. مع اني انت الدوري هيخلص امتى بتاع الدوري الممتاز مش متحدد له. فانت كان فيها ايه في دوري الدرجه الثانيه او اللي هو المحترفين تلعب دورين كاملين؟ فين المشكله في كده؟ هو انتوا اصلا طبق عليكم النظام ده ليه؟ ما انتوا ما بتقفوش. ما انا هو ده اللي انا بقى انت بتلعب كل فاكر الفيلم بتاع احمد حلمي لما خبط في العربيه من ورا فنزل مسك في اللي قاعد جنب السواق. زكي شان فاكر انت؟ بقول لك والسواق كان اسمه ايه الراجل الطيب ده؟ اشرف. اشرف الكبير. ايوه. يقول له انت بتضربه هو ليه؟ فاهم؟ فانت مش عارف تطبق ده فوق الزنقه عندك. هو تحت الدنيا ما بتقفش. اما تطبقه تحت اللي فايز بتلعب كل يعني ده كمان ده انا هقول لك حاجه حلوه جدا. صحيح. يا بالعكس ده انت تحت تحط انت تحت براحتك دورين ومن اول ماتش لاخر ماتش وانت محدد وضامن مليار في المية. فيش تاني. هقول لك حاجه حلوه كمان. احنا دلوقتي عندنا لحد الشهر اللي جاي ده خمس ماتشات. الحاج الفنان ده بحبه جدا. الحاج لا ما هو احمد حلمي راح اللي جنبه اللي جنب الزوايا قال له انت عارف في واحد شبهه بالظبط. والله العظيم صوره فوله واتقسمت نصين بيشتغل في جنب الاهرام كده في 26 يونيو جنب مؤسسه الاهرام. راجل طيب برضه كده وقاعد بشوفه دايما قاعد على كرسي كده بيقعد يشتغل كده وبتاع نسخه. يعني مركز مره عايز اقول له انت ما جايز هو كابتن شمال صح؟ لا 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 هي جايز متلكم ارفع شويه عامل لايت يا كابتن. لا ما خلي بالك الكاميرا بتزود. لا بس هو بس قطعت حسين ابو الحجاج دي صعبه تتكرر فلقيتها موجوده. يعني هو يعني ممتع. هو ممتع في تمثيله وراجل على فكره مهذب جدا محترم جدا ومتدين جدا وبتاخد مش من القاهره وبيقيم الصلاه عنده في البلد وراجل عنده محل كاوتش. هنا عملوا معاه حلقه هنا جميله. هنا عملوا معاه حلقه هنا جميله. راجل جميل يعني. فعارف انت احمد حلمي نزل مسك في السواق في اللي جنبه انت عندك مشكله ورحت طبقت الحل في اللي ما عندوش مشكله. بقول لك احنا عندنا خمس ماتشات اللي جايين دول ورا بعض. هو المفروض تلعب كل اسبوع. فهو مخلص لك الدوري قبل رمضان عشان هيبقى في توقف في رمضان. مخلص الدوري قبل رمضان باسبوع. طب ليه الاسبوع ده عامل لنا ايه بقى؟ حاطط لنا ماتش الاثنين وماتش السبت وماتش السبت وبعدين ماتش الاربع. طب ليه انت هتحط لي 2 2 2 2؟ طب ليه كل ده عشان ايه؟ انا مش عارف. الدوري كله هيتوقف. لا هيتوقف وليك اربع ماتشات بعد رمضان. من الاربع ماتشات اللي بعد رمضان هيخلصوا 15/5. طب وتقف رمضان ليه اصلا؟ ما عشان في ملاعب ما فيش اضاءه. فهتخلص الدوري 15/5. طب انتوا لو لعبتوا في رمضان وانتوا صايمين ايه المشكله يعني؟ صح صايمين؟ ما طول عمر الكوره بتتلعب. ايوه بس ده يعني ما تحترمش. اتحاد دولي مانع. وانت بشير ما لعبتش وانت صايم؟ لا لعبنا. لعبنا كانوا ويندي نهائي كاس بطوله افريقيا اول الدوري وانت صايم؟ لا لعبنا يا كابتن ماتشات. لعبنا كابتن. يعني انت مش ما رحتش انديه كانت مثلا اسمنت السويس ما اعرفش ايه؟ بس انا مش مضبوطين ولا حاجه. كان وقتها الناس بتلعب وكده بس دلوقتي ده رمضان في شهر 3 مش حر قوي يعني. رمضان كمان جاي في شهر 3. وانت عايز تخلص الدوري في رمضان يعني والناس تقعد من شهر 3؟ لا ما اقصدش. هو دي المشكله. انت يعني حتى لو طب ماشي حتى لو اجلت رمضان عندك مساحه زمنيه تقدر. ما عندك مساحه. هو مخلص لك الدوري في شهر كام بقى اصلا؟ 7/5. اكيد في هدف يا كابتن احمد. بص بقى وايه الهدف؟ هو اكيد عنده حاجه عنده رؤيه بس إيه؟ يعني ما هو إيه الدوري الممتاز هيخلص وانت مش اصلا مش هتلعب الدوري اللي بعده. طب ايه الرؤيه يعني اللي هيصعد؟ هقول لك بس اللي هيصعد شهر 5. استنى هقول لك يا كابتن احمد. الراجل كان معاك دلوقتي على التليفون ممكن تجيبه تاني على التليفون وتساله السؤال ده. لا هو يعرف يرد. عامر ما بيسهرش. لا كان لسه على التليفون دلوقتي. ايوه ما هو هو بيدخله في المره الاولانيه. اصل الناس يا جماعه دي اكيد يعني مش يعني كده وخلاص اكيد. لا في حاجه. انا قصدي ان الدوري ما يتلعب من دورين كاملين هيطلع لك اقوى فرقتين. سؤال هو الدوري مش انتوا بعد كده في اتنين هيصعدوا والتالت هيصفي مع هيصفي مع الناس اللي طالعه اللي هي الثلاثه اللي طالعين يبقى دوره اربعه. هيعمل دوره رباعيه. وتتلعب امتى؟ هتتلعب من في شهر 5 برضه يعني في نهايه 5 يكون كل حاجه اتحددت.
وتقعدوا بقى 6 و7 و8 و9 مستنيين. ده كتير. 9 ايه هو الدوري هيبدا في 9؟ 19. 9 يا ريت 19. 19 كل ده كل ده نقعد. لا عمرها ما حصل في التاريخ دي. ده احنا بناخد 10 8 15 يوم كان العافيه. لا السنه اللي فاتت في فرق يعني دوري الدرجه الثانيه ودوري الدرجه الثالثه. المانا كان يخلص نص يونيو قبل رمضان وقاعدين من رمضان لحد شهر 10. كابتن احمد ايه شكله زعلان يعني الاربع شهور ده يقعد كده مفيش راتب ولا حاجه؟ لا لا بالعكس ده في فرق بتعمل فتره اعداد طويله. مدير الفن ما بياخد راتب في الاجازه بتاعتك. لا 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 مش ما فيش الكلام ده خلاص خلص كان زمان. مش فارق والله موضوع المرتب ده خالص. راجل غني قوي بقى. المهم الصعود بس. ان شاء الله. ربنا يكرمك كابتن ان شاء الله. ان شاء الله يبارك لك. عشان المحله كمان وكابتن احمد طبعا يعني نتمنى له التوفيق. نادي جماهيري بس غزل المحله. انا نفسي نفسي كل الانديه الجماهيريه تصعد. هو يعني بنزين صعب. بنزين يا كابتن في بنزين صعب. الدنيا تبقى حلوه. مفيش بنزين مفيش حاجه تتعمل. الامور مختلفه السنه دي في غزل المحله. عايزين. الاداره اللي موجوده عايزين طبعا وفارقين بشكل كبير جدا ومدعمين بشكل كبير جدا. والصراحه حاجه محترمه المهندس وليد خليل رئيس النادي موفر كل حاجه للفرقه وان شاء الله. واضح وزنك زايد. عبد الجليل كان بيقول لك امبارح كان وزني زايد وانا في لافينا. كان في لافينا كان بيقول لي البانيه قرص البانيه كبير. البانيه قرص قد الترابيزه. كان راح مع المقصه معسكر هناك الظاهر هو كان قاعد هناك على طول. طيب نرجع تاني. هل مقبول ان الكابتن حسام حسن يطلب معسكر ايامه حتى لو المحترفين مش موجودين؟ مقبول. مدرب جاي جديد لسه على المنتخب عايز يقعد مع اللعيبه كتير عايز يتكلم معاهم كتير عايز يطبق السياسه بتاعته. عايز برضو الفتره اللي فاتت الاعلام يتكلم مثلا ان كابتن حسام عصبي ومش وحاجات زي كده. هو عايز طبعا يشيل الفكره دي خالص او يوصل للناس دي ان مدرب جديد بفكر جديد بكابتن حسام حسن جديد في منتخب مصر فلازم محتاج اكتر من معسكر ووقت طول على قد ما يقدر يعني الا ان شاء الله ده ما يتعارضش مع مباريات الدوري او الكاس او اي مناسبات او التزامات يعني. كابتن عيد مقبول وهل تتوقع كابتن حسام هيضم عناصر جديده فيبقى حريص انه يديهم حاجه قبل المعسكر؟ دي اكيد. وانا قلت لك امبارح ان هو الكابتن دايما بيحب يطلع لعيبه صغيره واكتشافات بالنسبه له دايما كل حتى الفرق اللي مسكها. وموضوع المنتخب مختلف بس هيبقى عنده لعيبه جاهزه قدام عينيه هياخد منهم وانا بقول هيحط دم جديد في المنتخب لعيبه صغيره هيضم قليل قليل مش كتير طبعا. لا بس انا متوقع يعني ان هو يلعب في الهيكل في 3 4 ممكن ينضموا 3 4 ممكن يلعب منهم واحد انما يعني مش قصه مين يلعب مش مهم مين يلعب هو طبعا في التمرين وبشغله هيقرر مين يلعب ومين ما يلعبش بس المعسكر اكيد في 3 4 جديد. لا بص هو انا طبيعي. انا كمدير فني منتخب موضوع هيبقى مختلف جدا عن موضوع الانديه ان انا ابقى مقرر مين اللي بيلعب ومين اللي بيلعبش وانا شايف الدوري شغال والبطوله الافريقيه والحاجات دي طبعا. انت باني الصوره بتاعتك باني الصوره وحاطط الهيكل الاساسي والتشكيل بتاعها هيبقى ازاي تمام بس انت ممكن تضم لعيبه تشوفها عندك في المعسكر اكيد طبعا ده طبيعي يعني هو يعني. انت بتتكلم في 6 ايام مر يعني مش يعني عنده ماتشين في 6 ايام هيجي يومين ويروح. لا هو حاطط التشكيل عشان كده منطقيه ان هو هيطلب من بدري شويه المعسكر ده هو موضوع شغل المنتخبات الصراحه صعب شويه عن الانديه وفي ناس ما بتحبش ده اصلا في ناس مدربين ما بيحبوش لا ما بيحبوش شغل المنتخبات يعني انا واحد من الناس احب الشغل المنتخبات لو انا مدير فني اشتغل في نادي احسن من المنتخب. انت ما فيش زيك انت فريد. لا انا بتكلم اللي انا بقى احب الشغل اليومي بحب التفاصيل اعمل كل حاجه تمسكوا على بعض مع ده اصلا في مدرب منتخب لا ايوه انا بقول لك انا بحب كده بحب شغل الانديه في مدربين بيحبوا شغل الانديه وفي مدربين يحب شغل المنتخب انا بحب شغل النادي عشان ابقى يوميا بعمل التفاصيل كلها كل حاجه انا اللي بعملها بنفسي بس واحنا هنحب اللي انت تحبه يا كابتن احمد. لا ما دي وجهه نظرك يا كابتن بشير. انا بقول لك هحب اللي انت تحبه عشان البلوك هتفك كل البلوك ولا هتحب اللي هو بيحبه؟ لا هو هحب اللي هو بيحبه وفك كل البلوك. هو فك البلوك فكه خلاص؟ ما انا منشنت له بقى صيدت على الانستجرام. صيدته ولا اتصيدت بيه؟ صيدت طبعا. شفت انا معاك ازاي؟ قلبي قلبي. طيب بقول لك هو اللي مربين. بشير ده يعني عشرة عمر. طيب كابتن بشير في او خلينا نقول اسال كابتن خضري في تصريح من الكابتن ايمن الرمادي شقين في التصريح. اول حاجه انه هو اذا بقول كابتن احمد عيد كده قال ان هو ما بيحبش يبقى مدرب منتخبات يعني هو تعرف في بعض الناس قالت ايمن الرمادي ليه ما مسكش المنتخب
يعني لما تقال منتخب وطني برضه في بعض كده حتى لو مش كتير ناس قالت كابتن حسام كتير وفي ناس طرحت اسم كابتن ايمن الرمادي لانه مع سيراميكا زار عمل فرقه كويسه بصراحه ومنافس يعني. فرجل قال لك انا ما مش بتاع منتخبات انا راجل بحب امرن انديه وحابب كل يوم امرن وانزل الملعب واشتغل كذا كذا. وليه تصريح تاني يمكن مثير شويه. يعني قال لك فنيا انا رفضت انتقال محمد شكري وياسر ريان للزمالك. ياسر ريان. انا رفضت هو بيقول انضمام محمد شكري ويبدو ان الزمالك طلبهم في انتقالات الشتاء رفض. قال اداره سيراميكا كمان رفضت وشوف بقى وجهه النظر دي اللي برضو محتاجه تفسير او تحليل يعني لسبب ان ما ينفعش يبقى في لاعب جايبينه متربي في الاهلي فانا اوديه الزمالك او العكس. واحنا بنتعامل بمعيار واحد مع الجميع تمام. يعني هو متربي في الاهلي او في الزمالك فراح نادي تاني خلاص وفكره تمام. تربيته في الاهلي انتهت توقفت تمام. فور انتقاله خلاص صح ولا ايه يعني كابتن ايمن ده رايك لا كابتن سيب كابتن خضري بس انا عايز كابتن خضري كابتن ايمن طبعا يعني اثبت وجوده في الدوري المصري في موسمين ومدرب ليه بصمه ما فيش كلام يعني. وهو على فكره انت ضيف ليهم بسام طب ما هو رفض ان بسام يروح الاهلي ده اصر اصرارا اصر ثلاثه لا بس هو بسام يعني بالمعيار ده هو متربى في الاهلي فيروح الاهلي يعني لو الاهلي طلب شكري مثلا اوكي اكمل بس بسام ايه لكن ما انا بكمل هو اصر فهو كده بيحافظ على الهيكل الاساسي لفريقه وده حقه ان هو هيسيب الجون الاساسي هيسيب المكتب الاساسي المهاجم الاساسي لكن قصه ان اصل متربي يبقى خلاص بقى يبقى اللي بيلعب في الاهلي ما يعديش جنب الفرقه ثانيه والزمالك ما يروحش اي فرقه ثانيه الكلام طبعا مش في الكوره وانا مستغرب من التصريح ده انا وقفت قدامه برضه مش لاقي له اي معنى في اي حاجه ده ملوش اي تفسير هي الاداره مثلا هي اللي بتختار ان ده يعني لو ان شكري يروح الاهلي وان مثلا احمد ياسر ريان اصل كان بيلعب مفيش الكلام ده في كوره خالص حتى اللي دلوقتي مفيش الكلام ده خالص يعني انا مش فاهمه مش لاقي له اي تبرير ولا اي منطق يعني وانس انه انتقل لنادي تاني خالص يعني سقط عنه فكره يعني هو امام عاشور كده مثلا يرجع الزمالك تاني ما يعني امام عاشور ما هو كان في الزمالك ومثلا اي لعيب متربي في الزمالك بيروح الاهلي وكهربا كان في متربي في الاهلي وجه الزمالك ورجع تاني الكوره دلوقتي دي كده فلا ملوش ده مش تفسير خالص ملوش اي معنى هو مع خالص احترامي ليه هو ملوش اي معنى خالص ولا اي سلطه ما فيش كده في الكوره طبعا في يعني هو اصبح حكر يعني مثلا محمد ابراهيم على اساس ايه برضه لو جاله عرض من الاهلي ما متربي في الزمالك ايوه بس مين اللي بيقول يعني صح ولا غلط يعني محمد بسام ما ينفعش يروح غير الاهلي لانه متربي في الاهلي لا مفيش كلام شكري ما ينفعش يروح غير الاهلي متربي في الاهلي ابراهيم شكري كان هيروح الزمالك لا متربي في لا كابتن شكري اللي السنه الجايه ممكن تلاقيه في الزمالك الكلام ده مشكله وكان على فكره قريب جدا وقعد مع الزمالك هو شكري نفسه قال انا لما ده ما جيش عرض للاهلي بس خلاص انا في الزمالك هو احمد ياسر هو نفسه قال كابتن ياسر ريان كابتن ياسر ريان نفسه قال لك قاعد الاول يقول لك اصلمني ما يلعبش الا في الاهلي وقال في الزمالك ما راحش قال لك طب خلاص يمكن معاك وقال لك ايه قال لك خلاص دي ثالث رابع مره وبعدين اصلا من النادي الاهلي قدامه كابتن احمد ياسر مثلا ثلاث اربع مرات قبل كده الراجل يطلع بره الهداف الدوري لا بنتكلم على المبدا نفسه ما فيش كده انا بقول اهو انت مش مع المبدا ده لا مش معاه لا مش معاه دي عاديه لا ده المبدا مرفوض تماما ان هو الكلام في الموضوع ده مرفوض تماما غير مقبول خالص يعني لا هي جديده كمدير فن اقول كده ليه هي جديده دي لا ده اداره النادي اللي لو بيقول ان انا رفضت فنيا انتقاله فنيا دي بتاعته بس بيقول ده تماشى هو بيقول ده تماشى مع وجهه نظر ان اداره النادي في ان هم شايفين لا ما هو هم شايفين نظر اداره النادي ان اللاعب متربي في النادي الفلاني ما ينفعش يروح النادي الثاني يبقى اداره النادي هي اللي مصرحه مش هو لا يعني لا بس يا كابتن احمد يعني ودخل النادي في مشكله يا كابتن يا كابتن البنك الاهلي اداره النادي في يعني البنك الاهلي البنك الاهلي لما كان مثلا ابو جبل هيروح يقول لك لا اصل ده كان في الزمالك ما ينفعش يروح الاهلي خدوا الجول الثاني هو في كده ده في كارثه في موضوع ابو جبل يعني ابو جبل الفرقه بتاعته بتنزل لا ده حاجه ثانيه بتنزل ومشوه دي قصه ثانيه يعني لا غريبه لا دي قصه ثانيه انا بتكلم على كانوا موافقين ان ابو جبل يمشي يعني والفرقه بتنزل محتاجينه يعني بيدوروا على لعيبه دي قصه ثانيه انا بتكلم على المبدا يمكن ما صدقوا يخلصوا لا ما اعتقدش يعني لا انا اعتقد لا بيدوروا على لعيبه اعتقد اللي بيقولوا شبانه انا لا والله طبعا دي حاجه تانية بقى انا اعتقد اللي بيقول دي حاجه تانية ماليش دعوه هو اللي قال مش انا حاجه تانية بقى كابتن احمد ايه عارفها
كابتن ايه؟ وجبل جول منتخب مصر طبعا جول كبير طبعا اي حد يتمنى يبقى موجود يعني يمكن عشان راتبه عالي حاجه ما اعرفش لا هو مش فارق معاهم الراتب برضه هو هيفرق معاهم الراتب كابتن احمد فرقه بتنزل ولعيب اساسا عندي يشيل الفرقه شبان جول منتخب مصر شبان قال لك لا هو ممكن هو ممكن يكونوا طبعا لعيب وفرصه جات له وهو عايز لا 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 هو لا 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 انا بكلمك انا بكلمك ماشي ممكن يكون الجهاز الفني وافق قال ما فيش مشكله اللي احنا نسيبه ويمكن برضو هو مع ان الجهاز الفني الراجل ده صح طيب مع ان الجهاز الفني بتجملوا الصوره ليه مصطفى بتجملوها ليه بيبيضوا الصوره بتجملوا الصوره ليه الجهاز الفني وافق واللي قالوا شبانها صح لا الموضوع ده مش معاديه خالص خالص طب هرجعكم تاني بقى اعمل لكم بقى تشوك كده ارجعكم تاني للمنتخب هو صفحه فيتوريا اتقفلت واتفتحت صفحه حسام حسن اصلا طبعا خلاص خلاص هتبقى صفحه كابتن حسام ومحمد صلاح سالت الحاج عامر قلت له يعني الشرط الجزائي فقال لي انا ما اعرفش قلت له طب الراجل بياخد كام قال لي ما اعرفش فقلت له طب انتوا ليه قلتوا اجنبي قلت له كابتن حسام حسن قال لي ما اعرفش لا ما اعرفش فقلت له طب ما اعرفش كل ما اقول له حاجه قال لي ما اعرفش فماشي حاج عامر حبيبي مفيش مشكله ما حبيتش يا بختك يا حاج عامر يعني لكن انت عارف ان فيتوريا بيقول لكل المحيطين ليه انا مدرب منتخب مصر انا محدش بلغني رسمي بالاقاله يمكن هم مستنيين عشان يعرفوا ده معنى ايه عارف ده معنى ايه بقول لك مفاجاه تانية راح اتحاد الكوره النهارده قال لهم انا مدرب منتخب مصر الفتره الجايه هنعمل ايه طيب ما هو بعقده بيقول كده اكيد عاد عندك المعلومه دي لا مش عندي عندك المعلومه دي لا 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 طب تخيل بقى النهارده فيتوريا راح اتحاد الكوره وقال لهم انا مدرب منتخب مصر وايه اللي بيحصل ده محدش بلغني ما حدش بلغه يعني كل اللي احنا اتغزلنا لا ما انت تبلغه رسمي بالظبط لا يعني كل اللي في كلام لسه بتحترم الناس سؤال هل كل اللي بتحترم الناس الاسبوع اللي فات ده ان هو حصل قاعده معاه محل التقنين الشرطي يبقى هو ده حصل انا مش عارف لا ممكن يكون حصل وما اتفقوش بالظبط فهم مستنيين بقى يزهقوه ولا يحصل ايه لا الاهم ان ده بقى ناولهم انا اقولهم بحاجه انه بقى يعني انا قلت اول من اول يوم مش هيسيب سن ايوه لا ما هو كمان ايه هو سافلهم هو ايه يا عم وعمل حاجه بالعقد يا كابتن شبانه و15 يوم زي ما قلنا هنا لو عدوا هتلاقيه بقى ده هيطلع بعد كله ها عارف هو بيعمل كده ليه عشان ياخد عقده كله عشان ياخد فبراير ايوه ما ياخد عقده بيقول كده هياخد الشوط الجزائي كده كده طب ما طبيعي هو عشان يعني هو اربع شهور والله هياخد شهر ايوه ما لو يوم واحد حقه ياخد هو كده هياخد شهر فبراير طبعا هياخد ليه ما راح النهارده يثبت رسمي ان هو مدرب محدش بلغه وان هو جاي يحط برنامج الفتره الجايه ده مستهبل هم بياخدوا وقت هم عايزين يعملوا اي حاجه في العقد مش انا قلت لكم اسماعيل ياسين في البوليس واسماعيل ياسين في الطياره واسماعيل ياسين في اتحاد الكوره والله يعني كل اللي احنا اتغذينا بيه بقى الفتره اللي فاتت قعدوا معاه واتفقوا معاه وخلصوا الموضوع الصفحه ما اتقفلتش انت فتحتها تاني لازم ما هو مش انا اللي فاتحها هو في حاجه بتتقفل في اتحاد الكوره غير طب وده كلام وده كلام يعني المفروض انت لما يقفل مع المدرب يقفل وتعامل باحترافيه ممكن اسالك سؤال احنا خرجنا يوم ايه؟ اتفضل ماتش الكونغو يا شباب ده كان يوم ايه؟ مش فاكر 10 ايام كمان شوفوا كده يوم ايه؟ ما هو انا قدامي 10 ايام تقريبا كده انا قدامي فين ال لا ما يوم كذا ما الجدول اهو استنى ماتش الكونغو ده 26 باين انا بتكلم على الرؤيه بتاعتك انت 27 حاجه كده 28 28 يعني كام يوم النهارده كام انت لو انت عندك رؤيه النهارده 9 الصبح 9 وفعلا عندك خوف على المال لان انت بتتكلم الراتب بيوصل ل 240 الف يورو بالضرايب 13 مليون جنيه صح 13 مليون انت كان لازم يوم 29 وانت عارف الاتجاه خلاص يعني خلاص خلصت من يوم الماتش كان لازم تبعت رسم يوم 29 وتقعد يوم 29 وتتفق يوم 29 عشان تحط في حسبانك ان الراجل هيشتغل على انه ياخد شهر فبراير طب الوقت هياخد شهر فبراير هو الحاج عامر لسه ردد عليك النهارده انت بقالك اسبوع بتتصلوا بيه كان شباب هو ما كانوش لسه حاطين الرؤيه ما كانوش عارفين هم هيعملوا ايه اكيد طبعا يعني لا بس عارفين خلاص انه ماشي لا ماشي لا ما كانوا خدوا القرار بقى من هناك لا 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 ده شباب قاعد يقول لك على ضمانتي وعلى مسؤوليتي ما هو طبيعي ما هو لازم اي حد طبيعي هيقول يمشي لا لكن هو اللي جاي اللي جاي بس هو اللي كان اتغيرت مش كده؟ بس لكن هو معروف انه مين اللي جاي المدرب الجديد هو اللي اتغيرت في اخر لحظه لكن هو يجي اجنبي ولا وطني اخر لحظه اتغيرت ماشي اتغيرت كان اجنبي كان اجنبي وبعدين قلبه مصري كابتن حسام ده كل ده ماشي هزار بس ماشي لكن اقصد انت عارف خلص ان ده مش هيكمل ولو كمل انت هتمشي يعني ما فيهاش هزار الحاجه الوحيده اللي الناس هتسكت عليك ان ده يمشي
انا اقصد بقى مين عنده رؤيه يبقى عامل خطه بلان ايه وبلان غير بلان ايه. مفيش خطط ولا حاجه يا كابتن احمد. ايه رؤيه فين رؤيه ان بعد 3 ايام هيحل عليك شهر هتدفعه وكان ال 240 الف يورو دول يعني ولا حاجه. 240 جنيه بتتكلف 12-13 مليون جنيه. هم ممكن يكونوا بيدوا نفسهم وقت وفرصه ان هم يقعدوا يقللوا شرط جزائي يعملوا اي حاجه ولا يا سيدي ماشي بلغوا اختاروا رسمي وبعدين نقعد نتفاوض. انت هتقلل شرط جزائي من غير ما تختار رسمي يعني ايه؟ الاختيار رسمي يعني فسخ يعني يعني من تاريخ الاختيار هدفع شرط علاقتي بيك انتهى هدفع الشرط الجزائي على انما النهارده راح يثبت حاله خلصت هياخد الشهر ان النهارده يوم ايه النهارده 8/2 وانا لازلت مدير فني وبيثبت ده طبعا خدوا على طول الكابتن وليد العطار بيحاول يستوعبه ويقعد معاه ويجيبوا شؤون القانونيه ويجيبوا شؤون البتاعي وكيله يا كابتن وكيله اللي جابه لا بس هو راح النهارده يثبت حاجه طبيعي ما هو ده شغل راجل محترف عارف هو بيعمل ايه كويس قوي يعني هو لو عنده شويه من الاحمر زي ما بيقولوا ما يعمل ايه انا شعري مش باقي فيه كتير والله العظيم يا جماعه احنا ده هزار يا جماعه ده يعني انت كده كده هتدفع شرط جزائي انت حاطط 3 شهور هتدفعهم والراجل بقى له سنه وسبع شهور بيقبض فلوس قد كده وفي الاخر ما اداناش حتى لعيب جديد لعيب مش بطوله ولا لقب ولا صح وكمان كده هياخد شهر فبراير دي لعيبه كروش خلاص عدى فين ايه كل دول لعيبه كروش حتى اللعيبه اللي كروش مظبوط يعني كمان هياخد فبراير مع 3 شهور انت مشي كروش برضه انت اللي مشيته ما انا مشيته على امل ليه حد اجمد فانا ما انا قلت هو نفسه اللي والله قلت كده قلت اللي يشوف كروش يعني جوز امه يعني اللي يشوف جوز امه على بقول كويس احنا بنقعد نقول وسع القاعده وحط 40 لعيب وحط مش عارف ايه وحط ايه هنطلع فاصل سريع على ما احسب بالظبط الراجل ياخد كام ونرجع كنجوم يعني في المجال ومدربين وكل حاجه كابتن ايمن عبد العزيز قال على 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 مهند لاشين لما اتسال بخصوص ضربه الجزاء قال ما عنديش وقت ولا رفاهيه علشان اقعد مع كل لاعب عنده مشكله نفسيه انا مدرب مش دكتور نفساني اصلا راجل في التصريح ده يا كابتن احمد يعني رايي ان يعني راجل... لو انت عندك لعيب وانت راجل مدرب لا. وعندك مشكله نفسيه اي ايا كان انا اقرب واحد انا اقرب واحد للعيبه وانا اكتر لعيبه اكتر واحد ادي اللعيب ثقه وخلى عنده ثقه كبيره جدا فيا عشان يقدر يعمل لي كل حاجه انا عايزها مش ده من ضمن ادوار المدرب دي الف ب بره الكوره خالص يعني الف ب بره الكوره العلاقات الشخصيه والانسانيه اهم يعني او بتمثل نسبه كبيره جدا للعيب الكوره ان هو يطلع لك كل اللي عنده في الملعب عشان خاطرك انت بتساعده في حاجات في امور كتير جدا في حياته لو اي لعيب محتاج حاجه منك لازم يلاقيك انت اول واحد سبورت ليه يعني. كابتن بشير لو انت عندك لعيب قلقان يشوط بينالتي هتقول انا ماليش دعوه انا مش دكتور نفساني ان شاء الله ما شاط ولا هتروح تتكلم معاه وتقول له انت لعيب كبير ويعني قلقان ما تقلقش وهتفرتك الشبكه وكذا هتعمل ايه؟ الوضع مختلف لو انت في الملعب الوضع مختلف شويه يا كابتن شبانه لا لو انت في الجهاز في الموقف ده في الملعب وحسيت ان في لعيب عنده نوع من القلق جهاز مدير فني ولا حتى لو مساعد مدرب الأجانب. هل هتروح تتكلم معاه وتشوف وتحاول ترزع جواه الثقه ولا هتسيب كده الدنيا اصل ترتب عليه احنا خرجنا يعني شطبوا جبل وخرجنا كان ممكن مهند لاشين يشوط وتيجي واللي بعديه يشوط تضيع واحنا نجيب ونصعد يعني في الاخر ترتب عليها شيء انت لو انت مدرب في الملعب هتقول ماليش دعوه هو الاجانب ما بيحبوش كده الاجانب ما بيحبوش اي حد يتدخل غير باوردر يعني هو ده مش اجانب هو كابتن ايمن دي وجهه نظر انا مش دكتور نفساني لا يعني ما قالش ان فيتوريا ما تقال لي مالكش دعوه تفرق ممكن يقول فيتوريا طلب مني كذا 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 فانا ما اقدرش اتدخل ماشي ابقى انا وجهه نظرك سليمه تمام بس هو قال انا مش طبيب نفساني انا مش كل لعيب عنده مشكله نفسيه راح اتكلم معاه لا طبعا شغلتي. لازم يا كابتن احمد قال كده بالظبط لا لازم انا اكون يعني اخوك اخو اللعيب ده وابوه اخوه وابوه ضهره في كل حاجه وحلل المشاكل بتاعت اللعيبه كلها اللعيبه بتاعت الرجاله بتاعتي يعني صح يعني وانت بتلعب مش في وقت من الاوقات جالك اكيد بتبقى قلقان مشكله ليك طبعا اتكلم معاك مدرب حاول يحلها لك صح بيديك حته الثقه يعني لما يكون الثقه هربانه يعني بس مهند لاشين برده كان تقريبا في بطوله للمنتخب برده نفس القصه ضربه جزاء مضيعه فدي كانت مؤثره عليه ما هو صلاح ضيع والبطوله اللي قبلها شوط وجاب يعني في السوبر اللي في الامارات ما هو شاط نهائي افريقيا والسوبر الامارات نهائي افريقيا شاط وجاب وفي تصفيات كاس العالم شاط وضيع السوبر الامارات قبل المنتخب طب هو سؤال لو جبل شاط وجاب والتاني شاط وجاب ما هو يبقى الدور على مهند برده هيشوط
هو مش هيشوط بيرحلوا عادي مفيش مشكله، لكن هو ما رحلوش، هو كان خلاص اخر واحد. ما انت بتقول لو ده شاط وجاب وده شاط وجاب اه يعني هيبقى فاضل هو مهند. طيب هيشوط، ايوه هيشوط لكن هي قصه كلها انا بتكلم في مبدا لا مبدا لا طبعا لازم يتكلم المدرب. هو تصريحات كابتن ايمن مال لا هي خد بالك كابتن ايمن كادر تدريبي يعني اذا كانت مفاهيمك كده يبقى انت ما تنفعش. لا 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 هي تصريحات صادمه طبعا، تصريح صدمه يعني. انا كابتن ايمن احترف بره وتعايش وعايش استغربه جدا. الاصل انت في الظروف زي دي ابعد، ما تتكلمش، ما تطلعش تتكلم. انت في بعد خروج من البطوله او الكلام ده الصح ان انت ايه تهدى، ما تطلعش. انت عندك شحنات وكانت فتره ضغوط واللي يقول لك لي دور واللي ماليش دور، ما تطلعش في الميديا دلوقتي. احسن حاجه انك ما تطلعش لما تهدى. دي نمره واحد. طلعت بقى لازم تبقى كل كلمه محسوبه. ده مش دي بس، ده انت ما ينفعش تقول التكتيك 10%، ده تصريح كارثه. انت كده بتقول ان يعني مفيش حاجه اسمها مدرب. ده مش دي بس يعني، دي اخد ودي معاك فيها في الكلام اللي ضرب الجزاء. طب هو حتى انا لو قلت له وهديته برضه هيخش ويضيعها، ماشي. لكن انا ولا انا هروح اضربه دي ما هو، ما انا بقول لك واضح من الالفاظ ان هو في عصبيه في الكلام. فعصبيه دي ناتجه عن ايه؟ عن الخروج من البطوله، عن عدم تكمال المشوار، عن الضغوط اللي عليه، عن عن هو التصريح اتاخد برضو عشان نبقى حاطين على الظروف. لا انا قصدي التصريح اتاخد منه وهو السؤال بيسال بطريقه مش احسن حاجه الصراحه. طيب ما انا قلت أنا بكلمه. لا 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 هو يمتلك من الخبرات. بس طبعا من قصدي يا كابتن، انا فاهم. ما هو دلوقتي ممكن الكابتن شباب يسالني اقول له مش هجاوب، مش حتى أو مش حتى لو حتى لو او هجاوب بطريقه واحد كل واحد كل واحد. لا ده ما انا بقول كده بطريقته وعصبيته وهدوءه نجم محترف وبتاع. فانا ايه، انا ما بقولش ان صح، انا بقول لك اللي عايز يطرح ويطلع مشاكل هيطلع مشاكل. لا لا اللي عايز يطرح السؤال بطريقه حلوه وهيخليك ترد حلو هترد. هو لا هو كان المفروض يهدى زي ما الكابتن قال كده دلوقتي خالص خالص. لكن انا اتسالت اجاوب بهدوء خالص وما اخشش في مناطق انها هتجيب لي مشاكل. مع خالص احترامي اسال ماشي براحتك، لكن انا اجاوب الاجابه الصح ان ما تاخدش عليا. انا بقول ده كابتن ايمن في حاجات فيها واضح ان عليه ضغوط جامده جدا جدا جدا. طبعا نتعرض لضغوط ما بعدها ضغوط، لكن انت من عندك من الخبرات انك ما تخشش حتى لو في فخ ما تخشش في الفخ ده يعني خالص. يعني انا مستغرب انا كمان من التصريحات دي بصراحه. عموما اتحاد الكوره دلوقتي تصريحات عن مصادر في اتحاد الكوره ان الحمد لله القعده اصفرت مع فيتوريا، يعني نجاح شديد جدا ان هم وصلوا لاتفاق ياخدوا 3 شهور. ما هو المفروض ايه؟ طب مش فاهم المفروض ايه؟ مش المفروض ياخد 3 شهور؟ بس هو كده خد فبراير يعني. هو يعني كمان لا كده ما خدش فبراير بقى يا باشا، خد الثلاث شهور شرط الجزائي، ما حدش جاب سيره المرتب ده. هو الراجل راح يثبت هو اصلا هياخد 3 شهور غصب عن اي حد. ماشي في العقد، ما ده العقد. انا يوم 29 ابعت له اختار. ايوه ما شرط الجزائي 3 اشهر وكده كده هياخده. طيب يعني او كلمه اتفاق تعني ايه؟ خليتهم 2 اتفقت بقى كده هندلت اتفاق. انما لما انت تقول اتفاق على اللي موجود في العقد، انت اللي انت هتقوله أيوه. دلوقتي انت عايز تقول لنا اللي هو هياخده اجباري. ما هياخده ايوه لا هو ممكن اصل كلمه اتفاق معناها ايه كابتن؟ ماشي ما هو الاتفاق ده انا بقول قصدي على الشهر فبراير. ما هياخده اجباري، ما هو راح يثبت هو اصلا راح عشان الشهر مش عشان ال3 شهور. هو ما اشتغلوش. لا أيوه بس ما تقلقش، هو بدا الكلام ايه؟ انا مدرب منتخب مصر، ما جاليش اي اختار. هو اشتغله ازاي يا كابتن؟ ما فيش تمرين ولا هو ما دام انت ما اخترتوش يبقى شغال يبقى بالزبط. موجود ده عشان كده قصدي بقول لك ان يوم 29 بعت له اختار رسمي ان هو العلاقه انتهت وفق الشرط الجزائي رقم كذا البند كذا في العقد كذا وهنحول لك الفلوس على البنك وشكرا. طب نحسب ايام كام؟ لا بيتحسب شهر يا كوتش. شهر بقى تمام تمام وفي مبلغ برضه. فانا مستغرب ال أقول لك توصلنا لاتفاق مع ري فيتوريا بتقسيط قيمة الشرط الجزائي المقدر ب3 شهور من عقد 600,000 يورو بعدما رفض تخفيضه بشكل قاطع. المدرب يطير للبرتغال ويعود إلى مصر لإنهاء كافة الإجراءات. طب يرجع ليه؟ لا يعني أنا مش فاهم إنه يرجع ليه يا كابتن؟ هو مش المفروض خلاص اتفقوا الفلوس بتتحول يعني مش محتاجة مش هيجي ياخد الفلوس في إيده. في بعض الحاجات المتعلقات الشخصية مش فاهم جاي نيها تقريبا يعني. هما الاحسن للناس دي خلاص ما عادوش يتكلموا في الموضوع ده خلاص، يقفلوا الصفحه واتقفلت ما يفتحوش عليهم تاني ابواب جهنم يعني. لا هو الاحسن المشكله مش هم اللي بيفتحوا هم خلاص بقى. طب انا بدات الحلقه النهارده بتصريح لاحمد عبد القادر بيهني فيه احمد حمدي في تويتر بانتقاله للزمالك. الدنيا شاطت على السوشيال ميديا والجمهور مسك احمد عبد القادر. مش عامل تويتر تقريبا، هو كاتب له على الصوره اللي هو منزلها. كاتب له الف مبروك يا حبيبي وهو صاحبه على فكره. صاحبه ايه المشكله؟ فيها مشكله دي؟ لا انا شايف ان هي ما فيهاش مشكله بالظبط كده.
بس هي بيبقى فيها طبعا في من الجماهير طبعا طبعا في مشكله. لا لا طبعا في مشكله طبعا. ما احنا كده هو طبعا في مشكله ماشي في مصر الموضوع الدارج في مصر الفترات اللي فاتت. لا انا شايف مش فيها حاجه. ايه ده؟ لا مش فيها طبعا. ازاي؟ انا اقول لك انا فيها ايه. اتفضل يا كابتن. ده تاكيد ان احمد عبد القادر خلاص علاقته بالاهلي بتنتهي. ما الكلام ده معروف من فتره. اكيد. ايه هو احمد القادر اللي بقول احمد حمدي؟ لا انا انا اقول لك صاحبه طبعا. يبقى علاقته بالاهلي تنتهي. ايوه العلاقه لو هو مستمر في النادي الاهلي عمره ما هيعمل تهنئه زي دي. انا بقول لك ما دي طب ما انا والعكس صحيح. هقول لك على حاجه. هات لي بتاعت عبد المنعم. لا 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 مختلف. لا 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 مختلفه تماما. لا مختلفه تماما. لا واحد بيقول له الف سلامه يا حاج. الف سلامه وانت عادي. لكن انت ما هو لعيب ضم للزمالك منتخب الزمالك. لا مختلفه طبعا. هو المشكله ولا هو كان في خناقه عليه يا كابتن خضر يا كابتن؟ دي غير دي. امال ايه؟ دي غير دي. واحد بعيد وعن الصوره. لا لا دي زميله في المنتخب وتعور لازم يقول له الف سلامه. طب ده زميله برضه عشره عمره. ايوه بس رايح جاي يا جماعه. ايوه يا جماعه الظروف لو عاديه هو رايح الزمالك انت بتهنيه ان هو رايح الزمالك؟ لا هو احمد عبد القادر لو مكمل في الاهلي عمره ما يهنك كده. بص موضوع احمد عبد القادر في الاهلي دي حساسيه من الجماهير. انا ما بقولش ده صح ولا غلط. الجماهير ما تقبلش الكلام ده سواء هنا او هنا. والجماهير تقبل او ما تقبلش يا خضر انت قاعد تحت رحمه القبول والرفض. اه طبعا. لا اله الا الله. لا لا لا, لا يعني انا طبعا. لا الكلام ده المفروض يا كابتن خضر. يعني زي المترجم زي النهارده المترجم. لا احنا ما بنتكلمش في يوم وليله يا كابتن بشير. انت بتتكلم في تراكم من فترات كبيره برضه. يعني بدل ما نقول انتوا عايزين كلام مزوقه ولا حاجه. لا مش كلام مزوقه ليه؟ لحظه واحده. بدل ما نقول ان ده طبيعي ودي علاقات طبيعيه بين اللعيبه. لا المترجم قصه ثانيه. انا اقول لك فيها كلام. بدل ما نقول دي علاقات طبيعيه بين اللعيبه انهم نقول ما كانش احمد ابدا يعمل كده. لا طبعا. ما انا مش عايز اقول لك الحقيقه. ما ولا الزمالك هيهني ولا قال هيهني الكلام ده. وانا هنيت. انا هنيت يا اخي. ايه المشكله يا فندم؟ يا فندم ان انت تقول لعيب الونش الف سلامه عمليه دي حاجه تانية. لا لكن انت في لو لعيب يعني انت لو لعيب جه راح الاهلي هتقول له الف سلامه؟ ايه علاقه الراجل ده بالاهلي اصلا يا كابتن؟ يا فندم ده المترجم. لا احمد حمدي بيشتغل. واحمد حمدي علاقته بالاهلي بالفعل ماشي من الاهلي. كان ايوه الجماهير مش تقبل كده. الجماهير اذا كان مترجم الدنيا قامت عشان مترجم جه. وبعدين بالمناسبه مترجم نزل الملعب اللي يقول لك ما نزلش. لا نزل الملعب. طب ما ده غلط. ما جوميز رفض. طب ما ده غلط. ما جوزيه جوميز رفض. لا 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 هجيبه مترجم تاني اعتقد معلوماتي. يعني انا جاي لي خبر النهارده ان جوزيه جوميز رفض التفاهم. قال لك انا ليه هو يعرفه منين؟ على فكره جوميز ده بيتكلم انجليزي كويس. هو يعرفه منين؟ هو بيتكلم انجليزي. طب انا اقول لك حاجه. هو مش لازم مترجم. المشكله المترجم ده يترجم. ايوه ما هو اساسيه دي يا جماعه. ده تهريج طبعا. دي انا معاك فيها. انت عارف ان كان مع فيريرا حسني. كان حسني خطر. حسني ما من كان اجمل معنا. الناس اشتغل مع مانويل جوزيه. اشتغل مع جوزيه واشتغل. ده من اجمل الناس. لا ده بص يا شباب من اجمل الناس. كان مترجم محافظ وما بيكلمش حد ومركز وعمره. بس انا هتكلم في نقطه ثانيه بعد ما عارف مين اللي رشحه؟ مانويل جوزيه اللي رشحه لفيريرا. قال له ده اشتغل معايا. عشان اتنين كبار. قال له ده اشتغل معايا وامين وواثق خده. هو اللي انت قلت على حسني شاطر جدا في الحته دي. عارف شغله. انا الكلام او الاختلافات على بعض المواقف اللي حصلت في الترجمه وحصلت قبل كده في المؤتمرات. مش دي المشكله على السوشيال. المشكله ان اشتغل في الاهلي. ما انا فاهم. صح ولا لا؟ انا في ناس في ناس ماشيه في الحته ديت وناس ماشيه في حته ان الراجل في الترجمه في بعض المواقف قال حاجات او جود في كلام ما كانش ينفع اللي هو يقوله في ترجمه الراجل. هو بقول لك اللي يقول قال كده. يقول برضه يعني. لكن الحته بتاع احمد حمدي دي لا. انا ده انا ايه المشكله يعني؟ انا يعني الجمهور مثلا خلاص ان انا اروح بقى اعمل لي معلش فيها ايه دي تربه تحت سور النادي اللي كنت بلعب فيه عشان ارض الجمهور. بلاش. هل ممكن امام عاشور مثلا دلوقتي هو في الاهلي يعمل اي حاجه للجمهور لعيبه الزمالك جه او لعيب الجيل الزمالكي اداره تانيه؟ الدنيا هتقلب. لا هو اكيد هو اكيد واخد يعني مش واخد يقول اوردر رد كده. وبعدين اقول حاجه. امام عاشور يا جماعه انتوا جايين عليه قوي والله العظيم. امام عاشور اصلا هو نازل كان كلام امام عاشور يا فندم. انت بتدخلني في موضوع ثاني دلوقتي يا كابتن بشير. انا بكلمك على المبدا ان انت تهني او الكلام ده. اهني ايه المشكله؟ مش فاهم برضه. لا انا شايف انا ما بقولش في مشكله. مش تحت رحمه حد يا كابتن بصراحه. انا ما بقولش ان في مشكله. انا بقول ان جماهير احنا مش موافق على الكلام ده. بس انا بقول لك وضع حالي ان الجمهور بيرفض الكلام ده. يعني خلاص انت النهارده السوشيال حسب ما بتوافق وترفض؟ طبعا. يعني الناس تقعد تشتغل حسب إيه السوشيال؟ ايه ده؟ ايوه طبعا. هل ده كلام؟ طبعا. لا هو كابتن خضر عايز يقول يعني نمشي بالاهواء بتاعتهم. لا مش انت مع اللي بتقول له السوشيال انت تعمله؟ لا لا انا مش مع كده. مش مع ده خالص. خصوصا
ان ما ينفعش اي نادي كبير يدار من خلال سوشيال ميديا. دي نقطة انا بتكلم فيها مرفوض، لكن في حاجات فيها حساسيات بين اللعيبة. يعني عبد القادر ما يعملش. بص لو انا لو انا مكانه انا مش هعمل كده، انا اخش اهنيه على جوه، اخش اهنيه ابعت له في 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 مسج اقول له اي حاجة، لكن قدام العام لا. هل مثلا في لعيبة في برازيليين، واحد في ريال مدريد واحد في برشلونة، واحد راح النهارده حد هينزل له يقول له مبروك او هيكتب له يقول له مبروك؟ هتبقى مرفوض. ما بحثتش. لا فترة ربما انت بتوديني حتة تاني. كابتن خد انت بتقولي هل دي... ما انت انت بتجزم. لا انا ما اقدرش اجزم. انا بسألك هنشوف دلوقتي هل في حد. ما بلاش برا، ما نجيب هنا تاني. هل كان في حد في الريال في ريال مدريد وبرشلونة مثلا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد؟ انا سؤالي بس سؤال، هو احمد حمدي اصلا رايح للزمالك من الاهلي؟ ده احمد حمدي بقاله 5 سنين بعيد عن الاهلي. طب امام عاشور مش رايح للزمالك من الاهلي؟ مش رايح للاهلي من الزمالك. بس امام كان بقاله 6 شهور. يعني حد من الزمالك هيخش يقول له مبروك؟ موضوع امام كان بقاله 6 شهور ماشي من الزمالك، فلسه الموضوع سخن. وكهربا نفس الحكايه، مش رايح من الاهلي. طب لا لا لا، علاقه مجلس اداره نادي الاهلي دلوقتي بالمناسبه، بس عشان في موضوع كابتن احمد اتكلم. طب اقول لك على حاجه السوشيال، بس عايز اقول له حاجه. السوشيال ما تديرش. لا السوشيال بتدير الانديه في مصر. طب اقول لك على حاجه، هو ده غلط. بتدير الانديه في مصر. اه ده غلط طبعا. طب هوريك حاجه بمناسبه انت بتقولوا ان ما تنفعش. هتقولي يا جماعه محمد سراج، محمد سراج الدين عضو مجلس اداره الاهلي، عامل على السوشيال عنده بوست بيحيي ذكرى ال20 الشهداء زمان. لا وصل وحش النهارده. طب لحظه بس يا جماعه، ما هو بننزل شهداء ماشي يعني معلش، والزملكاويه بيعملوا ده في شهداء الاهلي. ايوه على فكره منزل برضو. طيب يعني الراجل كاتب بيقول لك في ذكرى ال9 رحم الله الشهداء من جمهور نادي الزمالك، ربنا يجعل مثواهم الجنه ويصلح ذويهم. مختلفه مختلفه هي مختلفه بقى حسب الاهواء. مختلفه يبقى كده حسب الاهواء يا جماعه. دي حاجه ماشي، انا معاك احمد، دي وجهه نظرك ودي وجهه نظري، كل واحد حر في وجهه نظره. انا انزل للشهداء اسكتلوش انزل مش عارف انا اصل مش هيحجر مش حد. هم احنا ما بتكلمش على فكره، الاتفاق جوه كان غير كده. اه خالص، ده انا كنت بشيل مع بعض. لا لا انا كده كده قلبا وقالبا انت عارف. طيب امال ما ينفعش بقى في الاوضه في الاوضه كنت، لكن هنا ايه الرئيس قال في الاوضه. لا هنا قلبا وقالبا معايا. ايه احنا عندنا لسه الجماهير ما تبقاش بص ما تتسخن حد منهم. لا لا كابتن بشير حبيبي حبيبي يعني. قدامنا اهو التويته بتاعت الكابتن محمد. ده عشره من لبنان يا كابتن. اقول اللي اقول يا كابتن. طيب انا هقابلك. عندي خبر مهم الحقيقه، موقع ده كوره بلاس يا شباب. بص نقلا عن كوره بلاس، واخدين خبر اكسكلوسيف الحقيقه خاص بيهم. تحديد 9 مارس كنا بنقول الكاس فاينل 13. شوف بدروا 3 ايام 4 ايام ماشي يا حاج عامل، لو طلع صح بقول لك مفيش حاجه. كنت معايا على الهوا وانا بقول له برقصك برقصك. لا مش برقص، هو لسه ما تحددش، بس كوره بلاس بيقول ان 9 مارس موعد لنهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك في المملكه العربيه السعوديه. اوبا اوبا، ده كلام كبير ده بقى. ما تحاولوا تجيبونا الحاج عامر تاني. طبعا يبقى طبعًا. ايه المعسكر من يوم كام؟ من يوم 10. من يوم 10 يعني بدري. طيب. قلت لك يوم 10 ل 26. انا قلت لك هو عايز يجمع بدري. جامد حسام حسن. لا اوه بابان برضو. لا هو في الحاجات ديت هيقعد جمال علام. ما ينفعش. لا ما ينفعش، ده هيبعت لك مسج. ما ينفعش لا دي. ما ينفعش لما واحد يضيع كرة في التمرين. ده كده كمان. غير الماتش خالص. انت عايز تفشلني. هيعمل حاله يا كابتن شمال، هيعمل حاله حلوه هناك. طب والله العظيم ده الصح، ما هو محتاج شويه وقت. ايوه عشان كده، عشان كده عايز ياخد فرصه اكتر ويقرب من الناس دي ويعرفهم اكتر برضه. سيبك من حتى لو هيضموا 3-4 جديد، عايز يدوم ثقه. طب اكيد هيضم حسام حسن. انا متوقع انا متوقع رمضان صبحي ده اكيد. ده لازم يا كابتن. متوقع محمد ابراهيم هيضم ناس محدش. انا هقول لك انا متوقعه رمضان صبحي، محمد ابراهيم، ومحمد حمدي الباك ليفت. محمد ابراهيم مين؟ بتاع السيراميك. طبعا سيراميك ده عامل، ده محمد كبير ابراهيم كبير. ليه دور مع سيراميك. بص كبير. عامل مع ايمن الرمادي المدير الفني دور عظيم جدا، سواء كبير. فنيا او كقائد كمان. ده مظلوم مظلوم. ايوه هو مظلوم، هو مظلوم بلعب السيراميكا اصلا. مع احترامي مع كل تقدير برضه لفريق السيراميكا، هو فنيا كمان. هو حد ما هم اللي سابوه، هو حد قال له لا يعني كابتن النادي. ما قلتش حاجه، بقول هو اللي هو يعني كابتن النادي لعيب كبير وكابتن النادي. بقول الاهلي والزمالك اللي انا اقصده كده. اه وعمره ما من افضل لعيبه الدوري محمد ابراهيم. السنتين اللي فاتوا محمد عامل سنتين لما يوصل الحلقه وكان يستحق يبقى موجود في المنتخب في الفتره اللي فاتت ديت. راح تجمعات مع كروش مع
اللعيبه الكتير اللي في نص الملعب هو مختلف عن اي حد مره. ايوه مره ومختلف عن الناس اللي في نص الملعب ومتوقع متوقع لو لقيت السن بينه وبين محمود حماده هو نفسه. متوقع محمود مرعي ينضم، انا متوقع محمد حمدي الباك ليفت او محمد شكري ينضم. انا متوقع ان الكابتن حسام في 3 4 5 كده عشان خاطر برضو المراكز اللي فيها مشاكل. ده اكيد اكيد. انا عايز اقول حاجه على كابتن حسام بس. كابتن حسام حسن جه بتأييد شعبي واعلامي غير مسبوق. ما فيش مدرب اجنبي مصري، بس هو مش هيهزر في شغله وما فيش مصري. ما انا بقول بس عشان حاجه، ما فيش مدرب مصري او اجنبي جه بتأييد المطلب ده صح. بالمسانده دي صح. يعني بص مسانده ما حصلتش في التاريخ. فانت في شعره شعره، انت هتبقى حسن شحاته هتبقى الجهلي او هتبقى فيتوري باقي بس حاجه صغيره. انا بقول بس فهو في ايده. لا يعني قصه اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية. طبعا. لازم شخصيه تانية مختلفه. اضافه بس يا كابتن خالد، البلد كلها معاه مع الكابتن حسام حسن. اضافه بس يديله مساحه للشباب ياخده بس هياخد لا لا ياخد ياخد مساحه من الوقت بس ياخد مساحه يعني يقدر يتعايش ونشوف هيعمل ايه. هياخد مش مستعجلين يعني يا كابتن. هياخد اكيد مش مستعجلين. بس هو بص جامد لو المعسكر اتعمل 10 مارس لا مدرب او 11 لا لا, لا, لا اذا كان الخبر مظبوط يعني. بص انا لو الكاس بقى 9 يبقى ده مقصود. ليه جامد لو كان مظبوط كده كده راح السعوديه 9 13 ليه جامد؟ ما بص يعني. يا كابتن شبان صح ولا غلط؟ يعني لو هتلاقي في السعوديه مش هيفرق 9 هو جاي ليه؟ هي الدوره فين؟ دوره ايه؟ هو مكتوب الخبر ان يوم 9 في السعوديه. لا ده الدوره في الامارات. الدوره في الامارات يبقى اللعيبه ممكن ترجع يوم وبعدين يعمل معسكر كل مره او ممكن ياخد الفرقه على الامارات باستثناء اللعيبه دي يجي له على الامارات. بالظبط كده. عارفين يجي له قبلها الاسبوع بتاع كاس مصر ما ينفعش تلعبها في مصر وفي استاد القاهره. ما هو قال اهو انا دي وجهه نظري ان الكاس تحديدا اسمه كاس مصر بس يتلعب سوبر ماشي. انا بقول لك وجهه نظري لا واشك في الكلام ده. كاس اسبانيا اتلعب وكاس ايطاليا انا مش على كاس مصر. انا بتكلم على اسبانيا وكاس ايطاليا. العب سوبر العب ده كاس السوبر ده السوبر كاس تقريبا السوبر كاس نهائي كاس تقريبا كاس بلدك يتلعب في بلدك. ده رايي الشخصي يعني. مثلا في انجلترا ما هو كاس السوبر لا مثلا في انجلترا نهائي الكاس معروف في ويمبلي ما فيهاش مستحيل. ده بقول لك استاد القاهره او انجلترا انجلترا كوكب وكوكب الاهلي واسماعيل والله كوكب وكرف. لو فيها فايده للاتحاد وللبلد ما فيش مشكله ان شاء الله يتلعب حتى على الحدود. ايه المشكله يعني؟ لا لا بس انا شايف هي ميزه. ما دام في فايده خلاص ميزه للملعب هيبقى مقفول كل حاجه. هنا هتقفل الملعب هنا تصوير وامكانيات وكل حاجه هتقفل الملعب جماهيري هنا. طب ما تدخل جمهور بقى. ايه المشكله؟ انا بقول لا ما مش هندخل جمهور. المانع ما هنقعد يعني هنقعد نطلع انا معاك. طيب هنختم. احمد حمدي جاله اصابه النهارده شد في العضله الخلفيه شد خفيف. انا مش شايف ان هو الموضوع مش هياخد اكتر من يومين ثلاثه. ده نتيجه حمل زايد او ما اتمرنش بقاله فتره ولا ايه؟ لا هو ممكن يبقى حمل زايد يبقى ايه حمل زايد او ممكن التويته اثرت بتاعت احمد عبد القادر. شفت البصاله ازاي على فكره يعني كل الناس بتقول عليه لعيب كويس عشان تتابعوا على السوشيال. كل الناس بتقول لعيب كويس قوي احمد حمدي. لا انا بقول لك احمد حمدي عبد الله السعيد ناصر ماهر زياد في ام بي دول هيبقوا مكاسب الزمالك. زياد كمال احمد حمدي لعب معايا في زميلته في الجونه. لعب كويس هايل. لعب هايل. اتمنى اي حد يفيد النادي عيد فضل يلعب لغايه ما زامل. بص اللي عنده 20 سنه دلوقتي 39. ما هو كابتن بشير انا لحقته في الاول وفي الاخر برضه. في الاخر فين؟ في الاخر انت يا كابتن احمد اكيد كنت بتفرج عليك يا كابتن كلنا. لكن هو في الاخر انا عرفت هو عمل لي بلوك ليه. اصل في اخر ايام انا كنت مفتري وهو كان بيبطل على فكره. بس منافسن منك يعني. لا انا كنت مفتري في الكوره. على مين؟ على مين؟ في اواخرك انا بتكلم. انا كلمت على كابتن شير بقول له لبنان بس عشان ما تفهمش غلط. كانت خناقه ما كانتش حاجه يعني. وانا حشت تموت واحد. ايوه والله. طيب احنا كده خلصنا. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا. حبيبي كابتن شير التابعي شرفتنا ونورتنا. شبانه احنا ما بنشبعش. شبانه منك. شبانه شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك دايما معانا ان شاء الله. ربنا يخليك كابتن. كابتن احمد الخضري شرفتنا ونورتنا. شرفتنا معاكم مع كابتن بشير نجم الانستجرام طبعا هو كابتن احمد عيد. ده كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بذكركم السبت مباراه الثالث والرابع في كاس افريقيا بين الكونغو وجنوب افريقيا الساعه 10 بتوقيت القاهره. يوم الاحد ان شاء الله المباراه النهائيه في تمام العاشره ايضا بين نيجيريا وبين الكوت ديفوار. وبذكركم برضو ان فاينل امم اسيا بين قطر والاردن السبت الساعه 5 بتوقيت القاهره. احنا اجازه بكره وبعده لحد ان شاء الله اذا كان لنا عمر بمشيئه الله. بعد مباراه الفاينل بين كوت ديفوار وبين نيجيريا هنلتقي في حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.